نشرة منتصف الليل من الميادين وتتابعون فيها. منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تدعو إلى مقاطعة مؤتمر البحرين باعتباره أحد فصول تصفية القضية وتؤكد أن التطبيع خيانة. السيد خامنئي يؤكد عدم إيمانه بالصيغة التي تم بها تنفيذ الاتفاق النووي، والجيش وحرس الثورة يطالبون بخروج جميع القوات الأجنبية من المنطقة. حفتر يؤكد من باريس أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار في طرابلس، والسراج يحذر من تبعات الاقتتال على أمن المنطقة واستقرارها. إنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا. قائد الأركان الجزائري ينفي وجود أي طموحات سياسية لديه ويؤكد متابعة الحملة على الفاسدين. الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يبحثون إقالة ترامب، ومشرعون يسعون لإنهاء قانون التفويض باستخدام الرئيس القوة العسكرية. ماي تقترح خطة جديدة للخروج من بريكزيت وتتعهد بالاستقالة إذا مررها مجلس العموم، وكوربن يرفضها. أهلا بكم. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية رسميا مقاطعة فلسطين لمؤتمر البحرين الذي اقترحته الإدارة الأمريكية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات إنهم قرروا عدم المشاركة في المؤتمر بأي شكل من الأشكال. وشدد عريقات على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها لم تفوض أحدا الحديث باسمها، وأنها لا تريد أن تزايد على أحد أو تنتقص من مصالح أحد. حركة فتح دعت في بيان لها إلى رفض المشاركة في مؤتمر البحرين، وقالت إن الهدف من المؤتمر هو البدء بتنفيذ ما سمته صفقة العار من البوابة الاقتصادية. وفي بيان كشف المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية موحدان في رفض الصفقة، وأضاف أن المسار السياسي المستند إلى الشرعية الدولية هو الكفيل بحل القضايا الاقتصادية وليس العكس. وشدد القواسمي على أن أي فلسطيني يشارك في هذا المؤتمر هو خائن وعميل وجبان، داعيا العرب والأصدقاء إلى عدم المشاركة. فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت رفضها إعلان الإدارة الأمريكية عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لتنفيذ مشاريع اقتصادية كخطوة تطبيعية مع إسرائيل. الفصائل في بيان لها وصفت المؤتمر بأنه فصل من فصول صفقة القرن الهادفة إلى تصفية قضية الفلسطينية، وشددت على الرفض القاطع لجميع أشكال التطبيع مع إسرائيل بصفته خيانة وطعنة في الظهر الفلسطيني. كما دعت الفصائل إلى نبذ المطبعين والتبرؤ منهم ودعم صمود الشعب الفلسطيني. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريف، هو معنا من قطاع غزة. أهلا بك أستاذ طلال. آخر المواقف الصادرة فيما يتعلق بالدعوة لعقد هذه الورشة كما سميت في البحرين كانت من منظمة التحرير، وهو رفض قاطع للمشاركة في هذه الورشة كما سميت. لماذا برأيك هناك إصرار، يعني بالرغم من كل هذا الرفض الفلسطيني والذي ذكرناه خلال مطلع هذه النشرة، نلاحظ أن هناك إصرار من بعض الدول العربية، ليس هناك من أذان صاغية ويريدون ويواصلون التحضير لمثل هكذا ورش. لماذا هذا الإصرار برأيك؟ يعني مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني هذا الإصرار هو المستغرب والمستهجن من أطراف عربية مصرة على المضي قدما بعقد هذه الورشة تحت عنوان السلام من أجل الازدهار. وأنا أعتقد هذا يشكل خنجر في خاصرة الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويفتح الطريق أمام صفقة ترامب للمضي قدما بتطبيقات وتجسيدات لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية. وإذا كانت بعض الأطراف العربية تعتقد أن تداعيات صفقة ترامب ستكون على القضية الوطنية الفلسطينية وحسبهم واهمون، هي إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط مربوطه بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها مع الكيان الصهيوني. لهذا
هذه المشاريع المشبوهة لا وظيفة لها غير تسويق أوهام حول النهوض بوضوع الاقتصاد الفلسطيني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا نحن نعتقد أننا أمام فرصة، مطالبين بإعادة النظر من كل الأطراف العربية، ومطلوب من منظمة تحرير الخطوة النظرية التي اتخذتها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن عليها أن تدعو في القمة العربية والإسلامية التي ستعقد في نهاية هذا الشهر التقدم بمشروع قرار للقمة ملزم يدعو الأطراف العربية جميعها بعدم التسوق مع مثل هكذا مشاريع، ودعوة البحرين بالاعتذار عن المضي قدما بهذه المشاريع. أستاذ طلال، قبل قليل كان هناك خبر وارد على شاشة الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن مصر والسعودية والإمارات تضغط على منظمة التحرير للمشاركة في هذا المؤتمر، وأعربت عن قلقها من عدم المشاركة. في أي خانة وكيف تنظرون إلى هذه الضغوط أيضا على منظمة التحرير للمشاركة في هكذا مؤتمر؟ أنا أعتقد علينا نحن كفلسطينيين أن نحسم الموقف وأن لا نتراخى في مواجهة هذه الخطوة. ولكن أستاذ طلال، ألم يعني موقف منظمة التحرير الصادر اليوم وقالت أنه يعبر عن فلسطين بعدم المشاركة في هذا المؤتمر، ألا يعتبر موقفا متقدما؟ يعني أين التراخي في الموضوع؟ لا، نحن نعتقد علينا أن لا نخضع لأي استجابات أو ضغوط أو نتراخى في أي موقف، وأن نتمسك بهذا الموقف الوطني الذي يغلق الأبواب أمام أي محاولات رامية لإقحام الطرف الفلسطيني للدخول بأوهام يعني ما يسمى السلام الاقتصادي. وندرك أن إسرائيل واتفاق باريس الاقتصادي لا يمكن بأي شكل من الأشكال لا إحداث ازدهار ولا تنمية اقتصادية في فلسطين في ظل وجود الاحتلال وفي ظل اتفاق باريس الاقتصادي. ولهذا السلطة مطالبة أن تتمسك بموقف الإجماع الوطني الفلسطيني، وندعو جميع الأطراف العربية بدلا أن تضغط على الجانب الفلسطيني أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف كل خطوات التي يعني تصب بخانة تصفية الحقوق الفلسطينية، بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان، مرورا بمحاولة تصفية قضية اللاجئين، لمحاولة حرف الأنظار عن موضوع جوهر الصراع الحقيقي والأساسي وهو الصراع السياسي تحت عناوين ما يسمى الحلول الاقتصادية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاولة تسويق إسرائيل كطرف في منطقة الشرق الأوسط، وحرف الصراع عن وجهته الرئيسية، ومحاولة خلق أعداء وهميين تحت عنوان يعني أطراف ترعى الإرهاب. ولكن أستاذ طلال، هناك سؤال اليوم يعني سؤال أساسي في الموضوع الذي نتحدث عنه. أنتم في على سبيل المثال كحركة مقاومة ترفضون هكذا مؤتمر، ترفضون بشكل قاطع صفقة القرن، منظمة التحرير، كل الفصائل الفلسطينية، كل الأطراف الفلسطينية، الشخصيات الاقتصادية الفلسطينية حتى ترفض المشاركة في مثل هكذا مؤتمرات. الدول العربية خاصة هذه التي تمارس ضغوط، على ماذا تستند عندما تصر إلى الذهاب إلى مثل هكذا صفقة؟ وكيف أصلا ستفرضها على الفلسطينيين إذا لم يكن هناك طرف فلسطيني أصلا مستعد ليوقع على هكذا صفقة؟ على ماذا تستند هذه الدول؟ أولا، كل هذه الدول إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تؤمن لها استقرار يوم، نحن نعتقد أن أي مواقف عربية تتناقض مع قرارات القمم العربية لا يمكن بأي شكل من الأشكال لا تخدم الحقوق العربية ولا مصالح الشعوب العربية ولا الحقوق الوطنية الفلسطينية. ونعتقد الدول حتى التي تمارس ضغطا هي صاحبة المبادرة العربية التي يعني قدمت في قمة بيروت عام 2002، وبالتالي عليها أن تتمسك بهذه الخطوة، وعلى الجانب الفلسطيني أن يلحق هذه الخطوة التي اتخذها في الاتجاه الصحيح وهي عدم المشاركة في ورشة البحرين بوضع قرارات المجلس الوطني والمركزي موضع تطبيق من خلال سحب الاعتراف من دولة الاحتلال والتحلل من كل الالتزامات. وهذا من شأنه أن يغلق كل المحاولات الرامية للضغط على الجانب الفلسطيني وجره لأن يكون شريكا لهذه الصفقة التي لن تخدم سوى الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا لك أستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حدثتنا عبر الهاتف من غزة.
أعلن مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أن الجبهة تعتزم عقد لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت يضم كل الفصائل الفلسطينية قبل مؤتمر البحرين. وفي حديث إلى الميادين أكد أهمية توجيه رسالة واضحة إلى الأنظمة العربية التي تدعم إسرائيل. مطلوب اليوم منا كشعب فلسطيني وقوى أن نوجه رسالة واضحة لهذه الأنظمة العميلة، وأن نوجه رسالة واضحة لنتنياهو ولترامب من خلال توحيد الوضع الداخلي الفلسطيني، ومن خلال إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإنهاء الانقسام، والتصدي العملي الميداني لصفقة القرن من خلال إشعال انتفاضة فلسطينية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأنا حركة نقاش جادة مع الفصائل الفلسطينية من أجل عقد لقاء وطني في بيروت يضم كل الفصائل الفلسطينية. الطاهر قال إن بعض الأنظمة العربية بدأت رسميا التحالف مع إسرائيل وواشنطن لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم بدأنا نشهد الشق الرسمي لبعض الأنظمة العربية المتحالفة مع العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. هذه الأنظمة أصبح واضحا كل الوضوح، كشفت كل أوراقها، وهي تخون شعوبها أولا، يخونون شعب البحرين أولا، يخونون الذين وافقوا على حضور هذا المؤتمر في المملكة السعودية أو الإمارات، يخونون شعوبهم أولا، لأن الشعب الفلسطيني يدافع عندما يتصدى للمشروع الصهيوني عن الأمة العربية بأسرها. دعا نيكولاي ملادينوف منسق عملية التسوية في الشرق الأوسط المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده على الجهد السياسي في حل القضية الفلسطينية مع عدم إهمال المعونات الاقتصادية للفلسطينيين. ملادينوف في أول موقف أممي من اجتماع البحرين بدأ حذرا في اختيار عباراته، مشددا على أولوية الحل السياسي، ولم تحدد الأمم المتحدة حتى الآن إن كانت ستحضر الاجتماع. أخذت علما بدعوة الولايات المتحدة والبحرين لإطلاق مبادرة حكومية مدنية ومن قادة رجال الأعمال لمناقشة مبادرات اقتصادية واستثمارية يمكن أن تقدم مستقبلا لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي ولقضايا الحل النهائي. إن الدعم الإنساني والاقتصادي مهم للناس وكذلك لإيجاد مناخ مناسب للتفاوض، لكن الحل لهذا الصراع يبقى بشكل أساسي في العمليات السياسية. أخفقت محاولات إسرائيل إزالة البند المتعلق بتقديم الدعم الطبي والصحي من منظمة الصحة العالمية إلى الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلين، وأيدت الغالبية العظمى للدول الأعضاء استمرار تقديم الدعم الصحي للأراضي الفلسطينية والجولان. موسى عاصي. بأغلبية 96 دولة ومعارضة 11 من بينها دول صوتت للمرة الأولى ضد مصالح الشعب الفلسطيني كألمانيا والبرازيل، تبنت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية مشروع قرار يقضي بمواصلة تقديم الدعم الطبي والصحي للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتلين. التصويت جاء بطلب إسرائيلي والدول التي دعمتها وفي المقدمة الولايات المتحدة وبريطانيا. بريطانيا بررت موقفها بأن هذا القرار مسيس وهدفه محاصرة إسرائيل في المنظمات الأممية. هذا القرار هو عبارة عن قرار إنساني يدعو إلى دعم النظام الصحي لفلسطين الواقع الشعب الواقع تحت الاحتلال وتحت ممارسات الاحتلال العنصرية، وبالتالي أنا أستغرب بهذه الدول التي تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية ودعم حقوق الإنسان. عليها في البداية أن تدعم هكذا قرار، لأنه
يدعو إلى دعم النظام الصحي والصحة لأطفال فلسطين ونساء فلسطين. إسرائيل ضغطت لعدم تضمين مشروع القرار نصا واضحا حول الرعاية الطبية في الجولان السوري المحتل، وقدمت مداخلة تحدثت فيها عن تقديمات طبية إسرائيلية لمن أسمتهم جرح الحرب في سوريا. إن إسرائيل دائما تعمل خلال سنوات الحرب على استقطاب جبهة النصرة والعصابات الإرهابية المسلحة، وأنشأت لهم مشافي ميدانية لتعالجهم، ومن ثم تقوم بإعادتهم إلى سوريا من أجل الإرهاب الذي عاشوا فيه. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة كشف أن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين من استيراد لقاحات الأطفال بأسعار مدروسة من دول صديقة كالهند وبلجيكا، وحددت بالمقابل مجموعة دول وشركات أخرى تفوق أسعار اللقاحات فيها بعشرة أضعاف الأسعار السابقة. حتى المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤها منعها عن الفلسطينيين والعرب في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلين، محاولة لم تلقى تجاوب معظم الدول التي لا تزال تقف إلى جانب الفلسطينيين. موسى عاصي، جنيف، الميادين. قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أنه لم يكن لديه إيمان كثير بالصيغة التي تم بها تنفيذ الاتفاق النووي. وخلال لقائه عددا من طلاب الجامعات وممثلي الهيئات الطالبية، أضاف خامنئي أنه أبلغ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بذلك ونبههم مرات عديدة، وأكد الثقة بزوال أعداء الإنسانية أي الحضارة الأمريكية وإسرائيل. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أن بلاده سعت دائما إلى استتباب الأمن والسلام في المنطقة. وخلال لقائه بفعاليات اقتصادية، أضاف روحاني أن هدف مؤامرات الأعداء خلال الأربعين سنة الماضية هو منع إيران من أن تكون قوية ومتحدة، مؤكدا فشل هذه المحاولات. كما أشار إلى أن هدف الضغوط التي يمارسها الأعداء هو التأثير على الاقتصاد. قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن للسعودية دورا في الأعمال التخريبية الأخيرة في بغداد. وخلال حفل بمناسبة ذكرى تحرير محافظة خرمشهر الإيرانية، أضاف موسوي أن طهران تريد أمن المنطقة واستقرارها وليس لها رغبة في إشعال النيران، مطالبا في الوقت نفسه بخروج جميع القوات الأجنبية منها. نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي بدوره قال إن أمريكا وحلفائها يسعون إلى احتواء إيران وإنشاء قوة رادعة ضدها. أكد كبير مفتشي أسلحة الدمار الشامل السابق في العراق سكوت رايتر أن الولايات المتحدة ليست جاهزة للحرب مع إيران ولا تريدها. وأضاف في مقابلة مع برنامج لعبة الأمم في الميادين أن واشنطن حشرت نفسها في الزاوية وخسرت دبلوماسيتها بسبب سياستها في المنطقة. الولايات المتحدة ليست جاهزة لخوض حرب مع إيران ولا حتى للعواقب التي قد تنتج عن هذا الأمر. لنكن واضحين، إذا أقدمت إيران على أي استفزاز أو تهديد ضد الولايات المتحدة أو أحد شركائها في المنطقة، فإن خيار الحرب سيكون واردا. لكن حاليا تعتبر طبيعة المشاكل بين إيران والولايات المتحدة سياسية، وكلا الطرفين لم يعلن حالة الحرب. لذلك أعتقد أنه عندما يقول المسؤولون العسكريون الأمريكيون لا حرب مع إيران، فهم جادون في ذلك، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية وقوع حرب. رايتر أكد أن الولايات المتحدة تدفع بسياسة مشوهة ومبنية على معلومات مغلوطة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتعمد استخدام معلومات من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية من أجل تبرير حربها على إيران. الإدارة الأمريكية تتعمد المبالغة في نشر معلومات استخبارية ملفقة ومشوهة بشأن التهديدات الإيرانية. عندما تتلقى الولايات المتحدة معلومات من أجهزة استخبارات أخرى مثل الاستخبارات الإسرائيلية، فلا مجال للاعتماد على ما تم جمعه، بل يجب تحليل ما قدمته إسرائيل من معلومات. الاعتماد على مثل هذه المعلومات سمح لأشخاص مثل جون بولتون ومايك بومبيو بتشويه الحقائق وقرع طبول الحرب، وهذا ما يحدث الآن.
إدارة ترامب تتعمد في تحليلها على معطيات مشبوهة وخاطئة، ثم تخرج باستنتاجات مغلوطة. ليس هناك أي تهديدات عسكرية إيرانية ضد الولايات المتحدة. أعلن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود أن أمريكا أعفت العراق من العقوبات على إيران ويمكنه شراء الطاقة منها. وقال هود: لا أعلم بوجود وساطة عراقية ويمكننا التواصل المباشر مع الجانب الإيراني. وحول سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية قال هود: حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق قذيفة. ومن تستهدف في ظل وجود عدة أماكن مهمة عراقية أمنية وحكومية، ونحن نعمل مع القوات الأمنية للوصول إلى الفاعل. أبلغ قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن شروط إقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس لم تكتمل بعد. الرئاسة الفرنسية نقلت في بيان عن حفتر قوله إن من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة الليبية في أسرع وقت. وأضاف البيان أن ماكرون طالب حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج على ضرورة وقف الاقتتال في ليبيا والالتزام بالتهدئة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من الخسائر. من جهته حذر السراج من تداعيات العمليات العسكرية على الشعب الليبي وعلى أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن استئناف العملية السياسية سيكون مختلفا عن ما كان عليه قبل الهجوم على طرابلس. ونحن ماضون في استكمال الإجراءات الخاصة بمحاسبة من تورط في هذا الاعتداء وما زال متورط في هذا الاعتداء. نحن دعاة سلام كنا وما زلنا نرى أن الحل في ليبيا حل سلمي ولا يوجد حل عسكري. العودة إلى العملية السياسية بالتأكيد حتختلف عما كانت عليه قبل 4/4. نفى قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح وجود أي نوايا سياسية لديه أو مساع من الجيش للتدخل في العمل السياسي إلا وفق ما يمليه الدستور. التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا. أقول سوى خدمة بلادنا طبقا للمآمن الدستورية. وأشار قائد أركان الجيش إلى أن هناك عصابة تحاول تمييع مساعي محاربة الفساد، وشدد على أن الجيش أفشل هذه المؤامرات والدسائس. أبواق العصابة وإتباعها تحاول تمييع هذه المساء النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني بأن محاسبة المفسدين ليست أولوية. والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام كي تتمكن رؤوس العصابة وشركائها من تملص والإفلات من قبضة العدالة، إلى أن جهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته النوفمبرية كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها. في النشرة ولكن بعد الفاصل. القارة العجوز تشهد اليوم انتخابات للبرلمان الأوروبي. أهلا بكم من جديد. ألغى المجلس العسكري في السودان تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق ركن محمد حمدان داقلو إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن. وأضاف داقلو في مقابلة مع صحيفة الأهرام أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين وهم في انتظار تأليف الحكومة. إلى ذلك أكد داقلو أن الإجراءات القضائية ضد الرئيس المعزول عمر البشير ماضية قدما. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إنها لا تستطيع الجزم بتقارير استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وإن واشنطن تراقب الوضع عن كثب،
بدوره نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن يكون هناك حاليا أي دليل على استخدام الحكومة السورية السلاح الكيميائي مجددا. وفي جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أعلن عن بعض التقدم في محادثات أستانا، مشيرا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية. استشهد وجرح 7 مواطنين بغارة للتحالف السعودي على سيارة مدنية في منطقة الحرجة بمحافظة حجة. إلى ذلك قتل وجرح عدد من قوات هادي والسعودية خلال صد زحفهم على منطقة الشبكة في نجران السعودية. وتم تدمير عدة آليات لهم بالرغم من أن الهجوم كان مسنودا بالطائرات الحربية والأباتشي. كما قتل وجرح عدد من قوات هادي باستهداف تجمعاتهم في الظهر بالجوف وفي حيران بحجة. بيان للسفارة السعودية في واشنطن أعلن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة يمنية فوق محافظة نجران. لا احتفالات رسمية ولا شعبية يمنية معلنة في الذكرى 29 لتحقيق الوحدة بين شطري اليمن سابقا. هذه الوحدة مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفعل الحرب أو بفعل حرب التحالف السعودي المستمرة منذ 4 سنوات. أحمد عبد الرحمن. في ذكرى تحقيقها 29 ما زالت الوحدة اليمنية تقاوم محاولات قتلها وتفتيت هذا البلد. 4 أعوام من حرب التحالف السعودي لم تنجح في شيء كما نجحت في تقويض الوحدة القائمة وضرب النسيج الاجتماعي اليمني وتحويل اليمن إلى جغرافيا متشظية ومناطق متصارعة معزولة. تصعيد العدوان أكثر وأكثر، كذلك تشجيع الحركات الانفصالية في أكثر من محافظة وفي أكثر من اتجاه، كذلك ما يحدث الآن في محاولة طبعا لضرب المنطقة ككل في مؤامرة كبيرة اللي هي طبعا صفقة القرن وسيأتي عنها. المطلوب طبعا تفكيك اليمن لكي لا يصبح هناك قوة موجودة في باب المندب والساحل الغربي وجنوب البحر الأحمر. تحالف أحيا بحربه تلك الهويات الصغيرة الميتة والقاتلة وعزز عن قصد عوامل التفرقة المناطقية والمذهبية والعنصرية، ودعمت دوله مشاريع الانفصال وأنشأت لها قوات وميليشيات مناطقية سلحتها بعوامل الصراع البيني وأسبابه، بما يجعل الجنوب واليمن عموما ساحة صراع داخلي مفتوح ومستباح لهذه الدول الطامعة في ثرواته. مشيخة الخليج بقيادة السعودية كلها تعمل باستراتيجية متكاملة، بمعنى أنه ليس هناك تناقض كما يتم ترويج الإعلامي ما بين الإمارات السعودية وما بين قطر، طالما أن وحدة الاستراتيجية في اليمن تقوم على بلقنة الجغرافية اليمنية، على تخليق الهويات القاتلة والطاردة، على تحويل اليمنيين إلى جزر متقاتلة. هذا الهدف هو هدف أمريكي. حرب جاءت يقول سياسيون بهدف إضعاف هذا البلد وضرب كل مقومات قوته من جيش ووحدة سياسية واجتماعية واقتصاد وكتلة بشرية. وشواهد 4 سنوات من الحرب الممنهجة وما قادت إليه في الواقع واضحة وجلية. في الذكرى 29 لتحقيقها تبدو الوحدة اليمنية في خطر أكثر من أي وقت مضى، وإخفاء ذلك أو التعامي عنه لن يحمي الوحدة بقدر ما يسهم بقصد أو بغيره في قتلها ودفنها. والبديل كيانات متعددة يجري تكريسها من الجميع بكل جدية وإخلاص. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين في الكونغرس بحثوا مسألة إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه على خلفية تورطه في قضية فساد. وأضافت بعد اجتماع لأعضاء الحزب الديمقراطي في واشنطن أن ترامب ضالع في قضية تستر على الحقائق. الديمقراطيون بحثوا إمكانية إقالة الرئيس ترامب من منصبه بسبب تورطه في قضية فساد. لا أحد فوق القانون، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة. نعتقد أن الرئيس ترامب ضالع في عملية تستر على الحقائق. في سياق متصل هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي قائلا أنه لن يتعاون معه بشأن البنية التحتية وغيرها حتى تتوقف المساعي للتحقيق معه في الكونغرس.
رد ترامب جاء بعد اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر، وذلك قبل توجهها إلى البيت الأبيض للحوار بشأن البنية التحتية برفقة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وبعد الاجتماع القصير مع ترامب خرج الأخير في مؤتمر صحفي وطالب الديمقراطيين بالاختيار بين التحقيق معه أو التعاون بشأن سياسات الدولة. طالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون بإلغاء قانون التفويض العسكري الذي يستخدمه الرؤساء لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم. عضو مجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ميسي أكد في مؤتمر صحفي ضرورة استبدال قانون التفويض وإلغائه، ولا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول استخدامه لمهاجمة إيران. ومن واشنطن مشاهدينا ينضم إلينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان. أهلا بك منذر. أعود إلى تصريح نانسي بيلوسي تقول أن الرئيس متورط في قضية تستر. بداية، ما الذي تقصده نانسي بيلوسي في قضية تستر؟ يعني هناك إخفاء لمعلومات وتستر عليها، بمعنى أن الرئيس يحاول تضليل التحقيق وعرقلة العدالة، وهذه المسائل تتعلق بأنه طلب من الكثير من معاونيه الذين قدموا شهادات لمولر بأن يكذبوا، بأن يغيروا شهاداتهم. بعض الحقائق أيضا التي وردت في تقرير مولر، هناك على الأقل حوالي نصف أو أكثر، حوالي دزينة يمكن القول، من الحالات التي يشار فيها إلى أن الرئيس كان له دور في محاولة التغطية على المعلومات والتحقيقات التي قدمها والإفادات التي قدمها معاونيه، بما وخاصة كبير معاونيه يعني القانوني مجان، الذي قال له بأن يعدل في إفادته بشكل صريح وذكر هذا الأمر للمحقق مولر. إذن يعني هناك الكثير من القضايا التي وردت في تقرير مولر، ومولر لم يرغب في أن يقدمها كإدانة، حولها إلى الكونغرس. المهم أنه داخل الحزب الديمقراطي هناك من يرغب في البدء رسميا في إجراءات العزل، وبين من لا يرغب، ليس لأنه لا يوجد مبررات، ولكن يقولون بأن هذا يمكن مضيعة للوقت، ولأنه قد ينفع سياسيا وانتخابيا للرئيس ترامب، وكأن ترامب بتصرفاته المتلاحقة وكأنه يستدعي عملية إجراء العزل لإدراكه بأنه بدون وجود أغلبية في مجلس الشيوخ لا يمكن عزله، وبالتالي هو كأنه يستدرج ذلك. ولكن الفصل الأخير الذي جرى يدل أيضا على نزق الرئيس ونفسيته أيضا، يعني أحيانا يمكن تشبه الأطفال في طريقة تصرفها ونزقها. هو رئيس الولايات المتحدة، وإذا كان هناك من اتهامات فعليه أن هو يوجه اتهامات حتى لأشخاص ولمسؤولين في الحزب الديمقراطي، وبشكل أرعن أحيانا وبشكل مسيء، ومع ذلك لا يكون هناك ردة فعل. طيب، النقطة المركزية هنا أن هل عندما يقول أنه لا تعاون مع الحزب الديمقراطي في ظل التحقيقات، هو يدفع بالحزب الديمقراطي نحو البدء بإجراءات العزل أو التفكير الجدي، وبالتالي الخلافات بين الأجنحة داخل الحزب الديمقراطي قد تصبح أكثر قربا من أن تقترب من البدء في التحقيق الخاص في إجراءات العزل. طيب منذر، قبل أن ينتهي وقت هذه المداخلة، نعم، باختصار لو سمحت، كان هناك أيضا موضوع إلغاء التفويض أو قانون التفويض العسكري للرئيس. هل هناك إمكانية بتمرير هذا الإلغاء، يعني إمكانية إلغاء هذا التفويض العسكري؟ للأسف هذا يعني عقود كانت لكي تعديل قانون سلطات الحرب سيكون من الصعوبة، ولكن مجرد طرحه بهذا الشكل الصريح الواضح هو أمر مهم من قبل الحزب الديمقراطي، ولكن في تركيبة الكونغرس الحالية من الصعوبات وضع ضوابط على سلطات الرئيس، لأنها لا تزال تمنحه 60 يوما لكي يعود للكونغرس في حال أقدم على عمل عسكري. المشكلة هي مسألة الإرهاب والادعاء بالإرهاب ومسألة الأمن القومي تحت ذريعة استهداف الأمن القومي أو حماية الأمن القومي وحماية المؤسسات الأمريكية، حماية القوات الأمريكية، يستطيع الرئيس أن يتدخل وبعدها يعود للكونغرس. المشكلة أن الكونغرس بيده التمويل، فقط يستطيع من الميزانية الطارئة لدى
الإدارة والبنتاغون أن يتصرف ويورط البلاد في أزمة عسكرية كبرى ومغامرة عسكرية كبرى دون أي ضوابط أو حدود. شكرا جزيلا لك منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن، حدثتنا مباشرة من هناك. أعلنت أندري ليتسوم وزيرة الشؤون البرلمانية استقالتها من الحكومة البريطانية احتجاجا على خطة ماي الجديدة بشأن بريكزيت. وخلال جلسة لمجلس العموم كشفت ماي أن عرضها الجديد الذي يتضمن 10 مقترحات بشأن بريكزيت يشمل إبقاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي بشكل مؤقت، وصفة الخطوة بأنها ستكون الفرصة الأخيرة لتحقيق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. يجب إنجاز البريكزيت وتحقيق التغيير الذي يطالب به الشعب البريطاني. نريد الوفاء بالوعود التي قطعناها أمام الشعب البريطاني عندما طلبنا منه تقرير مستقبل عضويتنا في الاتحاد الأوروبي. أما فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك، فقد أظهرت نتائج التصويت الأخيرة أنه ما من أغلبية في هذا المجلس من أجل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. من الواضح أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الخروج بصفقة، لكن هذا لن يحدث من دون إيجاد حل وسطي بين جميع الأطراف. من جهته قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن أن حزبه لن يصوت لصالح المشروع الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأضاف أمام مجلس العموم أن المقترح ليس سوى نسخة معدلة من المقترح الذي رفض 3 مرات. من الواضح أن الاتفاق الجديد الذي وعدتنا به رئيسة الوزراء ليس سوى نسخة معدلة من صفقتها التي رفضت 3 مرات. ربما خطابها تغير، لكن الصفقة لم تتغير. مقترح ماي لم يقدم أي جديد بشأن الاتحاد الجمركي ولا بشأن السوق الموحدة. هذه الحكومة ضعيفة للغاية ومنقسمة جدا، بحيث أنها لا تستطيع إخراج بريطانيا من الفوضى التي أوجدتها رئيسة الوزراء. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الشأن البريطاني ينضم إلينا من لندن الباحث في الشؤون السياسية دكتور كامل حواش. أهلا بك دكتور كامل، هل توافق جيريمي كوربن الرأي بأنه ما قدمته تيريزا ماي هو مجرد نسخة معدلة من ما قدمته سابقا 3 مرات؟ نعم، هي يعني إذا نظرت إلى البيان أو مشروع القرار تجد أنها حاولت أن تظهر بعض النقاط التي تهم مثلا من هو يتخوف من موضوع أيرلندا الشمالية والجنوبية والحدود بينها، التصويت مرة أخرى في استفتاء، فهي حاولت التعامل مع هذه الأمور بإدراجها فقط، ولكن ليس هناك أي آلية واضحة لذلك. فهي في الواقع لم ترضي لا أعضاء حزب العمال ولا من هم ضدها داخل حزب العمال ولا أي من المجموعات الأخرى. وكما ذكرتم قبل قليل تمت استقالة ما تسمى بقائدة البرلمان البريطاني، وزيرة الشؤون البرلمانية ليتسون. نعم بالضبط. أستاذ يعني كامل، بما أنك فتحت هذه النقطة، يعني قيل أنه احتجاجا على ما قدمته ماي، احتجاجا على ماذا تحديدا قدمت هذه الوزيرة استقالتها؟ هو كانت محتجة على طريقة يعني الوصول إلى القرارات يعني داخل الحكومة، أي بما معناه أنه ربما لم يكن هناك توافق داخل حكومة ماي على ما طرحته. ولكن في الواقع وصلنا إلى مرحلة، وطبعا غدا هنا في بريطانيا التصويت للأعضاء البرلمان الأوروبي من بريطانيا، ولكن وصلنا إلى مرحلة ليس هناك أي ثقة برئيسة الوزراء، وهي وعدت بأن تترك منصبها ولكنها لم تبدأ بذلك. أعتقد أن هناك ضغط كبير عليها أن يعني تعلن استقالتها خلال 2 أو 3 القادمين، لأنه ليس هناك أي ثقة بأنها تستطيع أن تحصل على تأييد لمشروع القرار الذي طرحته اليوم، بما أن حزب العمال رفضه وأغلب أعضاء حزبها رفضه، حتى ومنهم يعني يؤمنون بها هي شخصيا رفضوا. شكرا جزيلا لك الأستاذ كامل حواش، البحث في الشؤون السياسية، حدثتنا من العاصمة البريطانية لندن. يتوجه نحو 427 مليون ناخب أوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 750 عضوا في البرلمان الأوروبي الجديد، انتخابات تجري وسط تحديات دولية وداخلية في دول القارة العجوز. ملاك خالد.
ساعات تفصل أوروبا عن انتخابات اتحادها التاسعة، انتخابات يعد لها على مدار الساعة لوجستيا وسياسيا وتوصف بالمصيرية، فنتائجها تحدد توجهات القارة العجوز في ملفات إقليمية ودولية عديدة، وقد يترتب عليها إعادة تعريف الاتحاد الأوروبي ودوره أصلا، ولاسيما أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أحزاب اليمين المتطرف في القارة قد ترفع حصتها إلى 173 مقعدا، أي ما يوازي 20% من مقاعد البرلمان. مخاوف مؤيدي وحدة أوروبا من وصول اليمين المتطرف إلى البرلمان يغذيها صعود أحزاب يمينية إلى حكم المجر وبولندا والنمسا وإيطاليا، والأخيرة استضافت قبل أيام تجمعا لأحزاب قومية ويمينية متطرفة من 11 دولة أوروبية بقيادة نائب رئيس وزرائها ماتيو سالفيني. المشاركون في هذا التجمع تعهدوا إعادة تشكيل القارة الأوروبية وسياساتها بعد الانتخابات، وهم اتهموا النواب الأوروبيين الحاليين بأنهم استبدلوا سكان أوروبا باللاجئين الذين يريدون أسلمة القارة بحسب تصريحاتهم. هؤلاء المتطرفون يتذرعون بأن استقبال اللاجئين والتعامل مع الهجرة غير الشرعية بالطريقة الحالية سيجعلون مستقبل أوروبا بيد شعوب متعددة الأعراق، ما ينهي التقاليد التاريخية في القارة وينشئ نظاما عالميا جديدا. ويشدد قادة اليمين المتطرف كسالفيني الإيطالي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان على إغلاق الحدود أمام اللاجئين والتمسك بما يصفونه بالقيم الأوروبية. كذلك فإن انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعو إلى وضع استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي لتضمن وحدته، واعتزام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزال العمل السياسي وهي المؤيدة للاتحاد الأوروبي، وأيضا خطة خروج بريطانيا لبريكزيت من هذا الاتحاد، كلها عوامل مقلقة من وصول المتطرفين إلى مقر البرلمان في بروكسل وانخراطهم في رسم سياسات مختلفة لأوروبا. والآن إلى جولة في ميادين الرياضة مشاهدينا مع الزميل مايك شالهوب. أهلا بكم. ملف خليجي ثلاثي قدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل احتضان كأس العالم للشباب. البحرين والسعودية والإمارات تعتزم استضافة مونديال تحت 20 سنة قبل عام واحد من استضافة قطر نهائيات كأس العالم 2022. وأشار الاتحاد البحريني في بيان إلى أن الملف يأتي ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الشقيقة وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى. وتنطلق النسخة الثانية 20 غدا الخميس في بولندا بمشاركة 24 منتخبا بينها السعودية بطلة آسيا وقطر. اتحاد كرة القدم السوري يلغي صعود نادي الجزيرة إلى دوري المحترفين ويفرض إقامة مباراة فاصلة بينه وبين نادي الحرية بعد تقديم الأخير اعتراضا على شرعية تأهل الجزيرة واتهامه بالتلاعب بالنتائج. صدمة كبيرة تلقاها نادي الجزيرة السوري ومن خلفه جماهيره الغفيرة في محافظة الحسكة، فبعد أن احتفل الفريق مع جمهوره بالصعود إلى مصاف أندية الدوري الممتاز بعد غياب لموسمين، جاء القرار المفاجئ من قبل اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة فاصلة بين الجزيرة والحرية لتحديد هوية المتأهل. القرار غير قانوني، ما استند على أي شيء قانوني، حتى لجنة التحقيق اللي أنا تواصلت معهم كثير لم يثبتوا على نادي الجزيرة أي تواطؤ أو نادي جهاد. المذكرة كانت بالنسبة للجنة التحقيق هي تثبيت صعود نادي الجزيرة، ولكن رفعت إلى المكتب التنفيذي، والقرار أنا أقول لك القرار هو ليس على مستوى الرياضة، قرار ظالم بالنسبة لجماهير نادي الجزيرة، قرار مجحف بحق الرياضة في المحافظة. القرار جاء بعد مضي 3 أشهر على تثبيت اتحاد الكرة صعود ناديي الجزيرة والفتوة إلى الدرجة الممتازة، حيث استند الاتحاد إلى أشرطة فيديو لمباراتي الجزيرة والجهاد والحرية وعمال حما، واعتبر أن هناك تواطؤا بين الأندية الأربعة في المباراتين، ولا سيما أن الحرية سجل 4 أهداف في ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، وفاز الجزيرة بنتيجة كاسحة على الجهاد ب7 أهداف لهدف يتيم.
إدارة الجزيرة وجماهير النادي أكدوا أن قرار الاتحاد غير قانوني، على اعتبار أن لوائح المسابقات تعتمد اللجوء إلى فارق الأهداف في حال تعادل الفريقين بالنقاط، إضافة إلى عدم وجود بند يتيح إقامة مباراة فاصلة في لائحة مسابقات الاتحاد التي أقرت عام 2007. اتحاد القدم أنه ينظر بهالقرار هذا وينظر لمحافظة الحسكة وجماهير الجزراوية، صراحة الحسكة بدها روح تجي عن طريق الرياضة، فإن شاء الله يا رب إن شاء الله، ومثل ما قلت لك نحترم قرار اتحاد القدم وأي صادر من التنفيذي، وإن شاء الله يكون خير لنادي الجزيرة إن شاء الله يا رب. لاعبو الجزيرة أكدوا أنهم لن يشاركوا في المباراة الفاصلة لأنها غير شرعية. بعد بثلاث شهور يطلع القرار هذا، بعد ما اللعيبه كلها خلصت عقودها، بعد ما اللعيبه كلها كل واحد صار بديره، انا ما بعرف القرار هذا. نحن كلاعيبه نادي الجزيره نحن نرفضه، يعني ما على الاغلب ما راح اشارك باللعبه يعني كلاعيبه نحن. القرار اثار ردود فعل كبيره لدى جماهير الجزيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هددوا اتحاد كره القدم في حال عدم عودته عن قراره باللجوء الى الاتحادين الاسيوي والدولي للحصول على حقهم في الصعود إلى دوري المحترفين. كيليان مبابي يود أن ينتقل من لاعب مراهق في تشكيلة باريس سان جيرمان إلى قائد يدير غرفة الملابس. التقارير الصحفية نقلت عن عائلة النجم الفرنسي امتعاضه داخل الفريق الباريسي، لأن لاعبين مثل نيمار وإدنسون كافاني وأنخيل دي ماريا يعدون أولوية لدى الجهاز الفني. وبحسب المعلومات، ما زاد الأمر تعقيدا هو علاقة ابن العشرين عاما مع المدرب توماس توخيل بحرمانه رفع رصيد أهدافه الفردية من خلال وضعه على مقاعد بدلاء في مناسبتين. لهذا السبب يفكر كيليان مبابي في الرحيل. لن يستمر خامس رودريغيز مع بايرن ميونخ الموسم المقبل، وبالتالي ستنتهي فترة إعارته مع نهائي كأس ألمانيا بين البافاري ولايبزيغ. ولن يفعل البايرن بند شراء الكولومبي المعار من ريال مدريد الإسباني. وأشار خامس إلى أنه لا يرى مستقبله في ميونخ، وبدأ وكيله البرتغالي خورخي مينديش البحث عن خيارات أخرى هذا الصيف، ولا سيما في ظل صعوبة استمرار موكله مع النادي الملكي. وقد يكون يوفنتوس الإيطالي وجهة محتملة للاعب الكولومبي بعدما بات وكيله على علاقة وطيدة بإدارة السيدة العجوز. سيكون لاعب برشلونة إيفان راكيتيتش طلب الملحن لدى الجهاز الفني لمانشستر يونايتد الموسم المقبل. التقارير الصحفية تشير إلى نية اليونايتد تقديم عرض إلى برشلونة لضم النجم الكرواتي هذا الصيف مقابل 40 مليون يورو. هدف التوقيع مع ابن 31 عاما ليحل بدل أندر إيريرا المتوجه إلى باريس سان جيرمان. كذلك بالإمكان أن يخسر الشياطين الحمر خوان ماتا، إضافة إلى بول بوغبا الساعي إلى التوقيع مع ريال مدريد. منع توتنهام الإنجليزي ثلاثة من مشجعيه من حضور مبارياته لمدة ثلاثة مواسم بعدما أعادوا بيع تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عبر شبكة الإنترنت. وخصص الاتحاد الأوروبي 17,000 بطاقة للنادي اللندني ومثلها لخصمه ليفربول حين يتواجهان في العاصمة مدريد مطلع الشهر المقبل. وتعد إعادة بيع التذاكر أمرا غير قانوني، وفي الموازاة فتح ليفربول تحقيقا في واقعة بيع خمسة مشجعين تذاكرهم. وذكر الريتس في بيان له أنه من الممكن أن يمنع لخمس سنوات. يقود المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ حربا ضد العنصرية في كرة القدم، ويأمل أن يناقش مع مسؤولي اللعبة في بلاده كيفية مكافحة هذه الآفة. لاعب مانشستر سيتي كرر مطالبته بفرض عقوبة تلقائية بحسم 9 نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره على نحو عنصري، وأشار إلى أنه كان يعتزم إجراء لقاءاته لتسليط الضوء على آفة العنصرية، إلا أن جدول المباريات المزدحم أخر هذا الأمر. وتعرض ستيرلينغ لإساءة عنصرية خلال اللعب مع إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات أمم أوروبا، وبرغم ذلك يشعر بتحسن سلوك المشجعين حاليا. موقف نادر في كرة القدم، حيث الابن والوالد في منافسة وجها لوجه في مباراة واحدة، وذلك في الدوري الفنزويلي. جيان لوكا مالدونادو سجل هدفا قاتلا لفريقه ديبورتيفو تاكيرا في مرمى بويرتو كابيلو الذي يدربه والده، وليحرمه خوض مباراة فاصلة لتجنب الهبوط. وبدلا من الاحتفال بالهدف الدراماتيكي، انفجر الابن في البكاء وغطى وجهه بقميصه بسبب ما سيحل بوالده نتيجة الهزيمة الثانية.
ثقيلة. الأب كارلوس مالدونادو أعرب عن اعتزازه بابنه بعد المباراة، حيث أظهر الإخلاص للألوان التي يمثلها واحترامه لكرة القدم. عاد تورونتو رابترز الأمور إلى نقطة الصفر في نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. الفريق الكندي أدرك التعادل في مباريات السلسلة مع ميلواكي باكس بانتصارين لكل فريق بعدما غلبه بفارق 18 نقطة. واستفاد تورونتو من الأداء الجماعي للاعبيه في ظل معاناة نجمه كاوي لينارد من الإصابة، لكنه أحرز 19 نقطة، في حين كان كايل لوري الأفضل مع 25 نقطة. في المقابل كان كريس ميدلتون الأفضل لدى الخاسر بتسجيله 30 نقطة، وأضاف يانيس أنتيتوكومبو 25 نقطة. ومع أخبار السلة الأمريكية نأتي إلى ختام الموجز، والآن عودة إلى متابعة النشرة. إلى العناوين. منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تدعو إلى مقاطعة مؤتمر البحرين باعتباره أحد فصول تصفية القضية، وتؤكد أن التطبيع خيانة. السيد خامنئي يؤكد عدم إيمانه بالصيغة التي تم بها تنفيذ الاتفاق النووي، والجيش وحرس الثورة يطالبون بخروج جميع القوات الأجنبية من المنطقة. حفتر يؤكد من باريس أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار في طرابلس، والسراج يحذر من تبعات الاقتتال على أمن المنطقة واستقرارها. إنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا. قائد الأركان الجزائري ينفي وجود أي طموحات سياسية لديه، ويؤكد متابعة الحملة على الفاسدين. الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يبحثون إقالة ترامب، ومشرعون يسعون لإنهاء قانون التفويض باستخدام رئيس القوة العسكرية. ماي تقترح خطة جديدة للخروج من بريكزيت، وتتعهد بالاستقالة إذا مررها مجلس العموم، وكوربن يرفضها. للمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. ألقاكم عند رأس الساعة مع موجز للأنباء. إلى اللقاء.